قبل انتخابات الرئاسة جبنا عربية مكشوفة وحطينا عليها دي جي ونزلنا الشارع وجبنا علم مصر ورفعنا أعلام مصر وقلنا تحيا مصر، وناس قعدت تقول شو وبتحب التمثيل وبتعمل مش عارفة ايه وعايز تعمل وطنية. النهاردة بعد ما عدى الوقت ده لقيت كل الناس عاملة زيي، لقيت الناس كلها جايبة عربيات مكشوفة وحاطة دي جي ورافعة أعلام مصر ومبسوطة جدا. وأنا الحقيقة كنت عارفة ساعة انتخابات الرئاسة إن خلاص وصلنا لبر الأمان، وإن إن شاء الله بإذن الله انتخابات الرئاسة مش هتبقى آخر الأفراح وهنفرح تاني. فنزلنا تاني وفرحنا تاني وقلنا تحيا مصر تاني. النهارده انا مش عايزه اتكلم كتير، عايزه بس نقعد نفرح ونشوف الناس قد ايه كانت فرحانه في الشارع وقد ايه كل الناس مجتمعه على هدف واحد وعلى امل ان اول مره من زمان قوي 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 نقول ان احنا عايزين نحقق ونحقق فعلا. ومن زمان جدا 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 يتقال لنا ان هيتعمل حاجه وتتعمل. انا عايزه استنى تليفوناتكم، عايزين النهارده كلنا نبارك لمصر، كلنا نقول مبروك لمصر، وان شاء الله باذن الله كلنا ننام النهارده كده ونصحى عندنا كل النيه ان احنا نشتغل ونغير حياتنا ونبقى شعب متحضر وبيحب بعضه وبيحافظ على الشوارع وما بيرميش زبالة في الأرض وما بيتخانقش وما بياخدش مخدرات وما بيفتيش في السياسة. مش كل واحد يبقى بيفهم في السياسة وبيفتي وبيقول رأي ممكن يبوظ الدنيا، ونسيبنا من السياسة شوية ونحب الحياة، نحب بلدنا وأرضنا. لأن لما ناس كتير قوي دخلت في السياسة قبل كده وأحزاب و و ضلت الطريق. هستنى تليفوناتكم زي ما قلتلكم. قدامكم قد إيه يا جماعة؟